مساء الخير أعزائي المشاهدين، في أولى حلقتنا النهاردة من برنامج التحدي. برنامج التحدي بيقدم لكم كل ما هو جديد في مجال الطب والرياضة والثقافة والمشاكل الاجتماعية والمواهب. قبل ما أبدأ حلقتنا النهاردة أحب أرحب بزميلتي. مساء الخير يا ميسا. مساء الخير عليك يا أستاذ رمضان، كل سنة وأنت طيب كده، وكل سنة والشعب المصري كله بخير يا رب، وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا إن شاء الله. الحقيقة احنا النهاردة معانا موضوع مهم جدا جدا، هنتكلم عن عمليات تصحيح الإبصار، كمان هنتكلم عن نقطة في غاية الأهمية عن الحول. هنتكلم عن الحول بصفة عامة وخصوصا الحول لدى الأطفال، هنعرف ايه أحدث طرق العلاج بتاعته، ولكن من خلال ضيف منورني، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واسمحوا لي ارحب بضيف اللي منورني والقيمه العلميه، دكتور اسلام حمدي سالم، استشاري جراحات العيون والليزك. اهلا بك يا دكتور، اهلا بحضرتك يا نورتنا. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيبه. ميرسي يا دكتور. مبدئيا كده يا دكتور، ايه السن المناسب لاجراء اي نوع من انواع العمليات تصحيح الابصار؟ كويس، السن المناسب لاجراء عمليه تصحيح الليزر هو السن اللي بيقف فيه المقاس او بيقل تغيرات المقاس بتاع النضاره. السن المناسب لما اجي اقول رقم فبنقول فوق 18 سنه، يعني قبل 18 سنه ده مش مناسب ان احنا نعمل تصحيح ابصار. طيب ممكن 18 سنه واقول له لا استنى برضو؟ اه ممكن. ليه؟ انا بعمل مقاس نظاره وبعد 6 شهور بشوف ان المقاس ده ثابت ما اتغيرش لحد سنه فوق 18 سنه، اه كده احنا ممكن نعمل تصحيح ابصار. وممكن معانا لغايه 21 سنه كمان لو لسه بعمل المقاسات والمقاسات مش ثابته مش متغيره، لا بستنى لغايه ما اعدي 21 سنه واعمل تصحيح. انما ممكن اعمل من 18 اه، بشرط ان يكون مقاس النضاره في خلال 6 شهور ثابت. اه قبل كده ما ينفعش؟ لا، قبل 18 سنه التشريح بتاع القرنيه مبقاش لسه مكتمل، تبقى القرنيه لسه في مرحله نمو، فمش مستحب ان احنا نعمل تصحيح التصحيح العادي قبل 18 سنه. طيب امتى يا دكتور يتم نوع العمليه؟ يتم تحديد نوع العمليه بعد ما نفحص المريض فحص طبي كامل، وبعد ما نعمل فحوصات اشاعه كده نوع من التصوير بنصور فيه القرنيه بتاعه العين ونشوف سمك القرنيه وتحدب القرنيه وجدار القرنيه الامامي والخلفي، ونطمن ان العين اصلا في حاله طبيعيه ينفع ان احنا نعمل عليها تصحيح، ونحدد نوع العمليه المناسبه بناء على كده. تمام؟ تمام. وفي كمان عامل تاني داخل معايا اللي هو الوظيفه بتاعت الكانديد او الشخص اللي هيعمل العمليه دي. هل هو شخص بيتعرض للتراب والشمس؟ هل هو راجل مثلا دايفر، غطاس، سباح كده؟ ده برضو بيدخل معايا ان انا انقي نوع عمليه يكون يناسب الوظيفه ويناسب حاله العين بالظبط وايه وقدره العين على تحمل العمليه. طب يا دكتور، بنسمع انواع كتير، كل يوم بنكتشف نوع معين من انواع العمليات، ايه اكتر يعني ايه اشهر نوع او احدث نوع من انواع عمليه تصحيح الابصار؟ تمام، تصحيح الابصار الاول قبل ما نحصره في عمليات، فهو تصحيح الابصار ده ان انا اخلي الشخص اللي قدامي يشوف رؤيه احسن. تمام؟ ففي وسائل لتصحيح الابصار، والوسائل دي منها عمليات. الوسائل تصحيح الابصار اولها النظاره الطبيه، ان انا النظر ضعيف عنده عيب من عيوب الابصار اللي هم قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم، ممكن يلبس نظاره طبيه. تمام؟ وفي حاجات تانية بقى بالمرور بالعدسه اللاصقه لغايه ما نوصل ل خلاص انا هعمل عمليه بقى، هعمل عمليه تصحيح ابصار. فعندنا العمليات الليزك، وفي عندنا عمليه اسمها الليزر السطحي، وفي الحاجات بقى الحديثه باستخدام تقنيه الفيمتو سكند ليزر اللي هم الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل. تمام؟ احدث حاجه واكتر حاجه دلوقتي واخده الابر هاند اللي هو الفيمتو ليزك. الفيمتو ليزك مكنني ان انا استخدم الليزر في العمليه كلها تتم بالليزر بدون استخدام اي مشرط جراحي او اله جراحيه او حتى مشرط الكتروني زي ما بنقول، ووفر لي ان احنا نقدر يبقى العيان يمارس شغله بسرعه. تمام؟ يعني العمليات اللي يقدر يخف منها بسرعه، نسبه الشفاء منها سريعه. سريعه،
يعني انا عندي الليزك الشفاء فيه سريع جدا، عم بيعمل العمليه بس بنستخدم فيه جهاز اسمه مشرط الكتروني او المايكروكراتوم اللي بيعمل شريحه من القرنيه. طب يا دكتور، النوع ده متاح لاي شخص ولا اشخاص معينه بس هم اللي يقدروا يعملوا الفيمتو سمايل؟ تمام. بص، احنا الاول قلنا هنحدد نوع العمليه بناء على الاشعه، يعني بعمل تصوير بشوف سمك القرنيه قد ايه وتحدب القرنيه قد ايه والمقاس بتاع العيان مقاس نضارته قد ايه، وبنختار. انا بختار العمليه زي ما قلنا، سواء هو على طول نظر او قصر نظر، دي ليها طريقه ودي ليها طريقه. الفحوصات حاجه مهمه جدا. انا ممكن اقول للشخص اصلا لا انت مش هينفع لك سحر ابصار، سمك القرنيه ضعيف، او مقاساتك اكتر من المسموح ان احنا نصلحه بالليزر، اكتر من 10 درجات ماينس 10 او ازيد من بلس 6 للناس اللي عندهم طول نظر، يبقى مش هيستفيد من العمليه فمش هتدي النتيجه الكامله. يعني عمليه الليزك دي مش اي حد بيعملها برضه؟ بالظبط كده. في ناس، مجموعه من الناس بنقول انت سمك القرنيه بتاعك ضعيف فلا مش هنعمل لك ليزر، تمام؟ تمام. وفي ناس بنقول انت سمك القرنيه بتاعتك ضعيف ومش هنعمل لك ليزر، وانت كويس ما تعملش حاجه، انت حلو ومش هتحتاج اي حاجه خالص. في ناس بقى بنكتشفها بالصدفه ان سمك القرنيه ضعيف، وكمان هو حاله عينيه مش ثابته، النظر بيقل بالتدريج معي، تمام؟ وده اللي الفحوصات سهلت لي بقى ان انا الاقيه، اللي هو الحاجه بنسميها قرنيه مخروطيه. فده انت لا، انت مش هينفع لك تصحيح، مش بس كده، انت هتحتاج تعمل حاجه اسمها تثبيت قرنيه علشان المقاس ما يزيدش عن كده. او انت عديت مرحله تثبيت القرنيه كمان، فممكن ندور لك على حل تاني زي زراعه الحلقات بالفيمتو ليزر برضو، او بقى الحالات المتاخره خالص ممكن يحتاج زرع قرنيه توصل لكده، تمام؟ فمش مش انا قررت كشخص ان انا اعمل عمليه ليزك فانا اروح اعمل، لا، لازم هتتفحص ولازم هيتعمل لك اشعه ولازم الدكتور هيحدد المناسب ليك. طب يا دكتور، اللي عايزين نعرف ايه المضاعفات اللي بتحصل بعد الليزك؟ تمام. هو الليزك زي اي عمليه بنقول عليها ايه، تكميليه او تجميليه كمان. تكميليه ان هي بتكمل لي النظر، ما اقدر اشوف من غير نظاره، او تجميليه طبعا للناس اللي هي مش عاوزه تلبس النظاره وعاوزه تظهر بشكل. مضاعفات الليزر، لو احنا بنتكلم على شخص كان ينفع له ليزك وفحوصات القرنيه سليمه واتعمل له العمليه بشخص مدرب وشخص قادر انه يعمل كده وفي مكان مجهز باجهزه حديثه، فالمضاعفات بسيطه. بتبدا بجفاف العين، تمام؟ فجفاف العين ده حاجه بتحصل بعد التصحيح الابصار وبيقعد معانا فتره ممكن توصل لغايه 3 شهور. في الفتره دي احنا ماشيين على قطره اسمها بديل الدموع، مرطب للعين بتتحط بانتظام علشان اقلل الجفاف ده، تمام؟ في مضاعفات تانية ممكن تحصل، ان بعد العمليه على طول فتره قليله بيبقى في زي الرؤيه بالليليه بالذات، اللي بالليل يعني، بتبقى في شويه زغلله بسيطه، تمام؟ ده طبعا ان الليزر ده تاثيره على الانسجه بتاعه العين بتقعد فتره على ما بتروح، فبنبقى فيه طبعا ادويه في صوره قطرات يعني ماشيين عليها الفتره بعد العمليه. في حاجات بتقف بعد اسبوع، حاجات بتقف بعد 3 اسابيع او 6 اسابيع، في حاجات بتقف بعد 3 شهور عشان تضيع المضاعفات اللي هي ايه، العاديه، تمام؟ بالظبط. هي هل ليها يا دكتور في المستقبل، هل ليها يعني في المستقبل يعني بعد كده بيكون فيها اضرار يعني في المستقبل، والنسبه بتاعتها بتكون كام في الميه؟ برضه هنرجع تاني نقول لو العيان ده كان ينفع له ليزر، كان ينفع له ليزك، قرنيه سليمه، مفيش مشاكل، لا، فانا مش قلقان، مش حاجه في المستقبل، تمام؟ تمام. انما في عيان بنقول عليه ايه، كان بوردر لاين، كان المفروض ان القرنيه ضعيفه شويه بس كان ممكن نعمل تصحيح، فاخترنا حاجه مثلا زي الليزر السطحي عشان بيوفر من سمك القرنيه، فده محتاج ان احنا نتابعه، تمام؟ تمام. في حد بقى قبل كده زمان ما كانش كميه الفحوصات اللي موجوده اللي بتصور قرنيه من القدام ومن ورا ومن التحدب ومن سمك القرنيه متاحه بشكل كبير، فممكن يحصل ضعف في القرنيه. ممكن يحصل ضعف في القرنيه لو العيان مش متحضر صح. يعني عمليه تصحيح الابصار عمليه سهله، التعب مش في العمليه، التعب في قبل العمليه. قبل العمليه صح، ان انا احضر المريض كويس، اقرر هو يعمل ولا لا، ويعمل اي نوع من الايه، من انواع العمليه، من انواع العمليه. انما هل في ناس عملت عمليه ونظرها ضعيف؟ قبل ما نبقى وسائل التشخيص للامراض متاحه بالقدره والكميه الموجوده دلوقتي دي، في ناس عملت تصحيح وحصل ان نظرها ضعف، تمام؟ عشان كده بنقول لما حد يجي يوريني فحص واقول له لا مقاس نظاره بس كده يا دكتور انا اعمل عمليه، اقول له المقاس ده ممكن يتصلح، انما انت عينك تتحمل بقى المقاس ده ولا لا، هيبان بعد الايه؟ ودلوقتي برضه يا دكتور في اجهزه حديثه برضه. بالظبط. يعني دلوقتي الجهاز الفيمتوسكاند وفر لي ان انا اعمل شريحه رفيعه جدا من القرنيه،
فما قللش من سمك القرنيه وبقي جدار القرنيه قوي على قد ما اقدر. تمام. الجهاز الليزر السطحي، الليزر السطحي ما بنعملش فيه شريحه من القرنيه، بنعمل ليزر مباشره على سطح العين. مشكلته ان هو بياخد وقت شويه على ما المريض يقدر يمارس حياته الطبيعيه، انما الفيمتوليزيك لا اسرع. فالفيمتوليزيك وفر لي حاجتين، اوفر من سمك القرنيه وان انا اقدر امارس شغلي بعديها بفتره سريعه، ما مش محتاج ان انا اقعد صح. اسبوع زي الليزر السطحي. صحيح. طب هل يا دكتور في اشخاص ما بينفعلهاش اي نوع من انواع عمليات تصحيح الابصار خالص؟ بالظبط كده، في اشخاص ما بينفعلهاش تصحيح ابصار، زي ما قلت من شويه ان انا بقول له انت كويس حالتك العينك سليمه صح. بس مش هينفع نصلح المقاسات دي عشان هي مقاسات صغيره والقرنيه ضعيفه، القرنيه ضعيفه مش هينفع اعمل ليزر، وصغيره فانا مش محتاج اعمل زرع عدسه. المرحله بقى الثانيه، انا دلوقتي مش قادر اعمل ليزر، فعندي حلول ثانيه. الحل المباشر على طول الثاني ان انا اعمل زرع عدسه. تمام. يعني بنزرع عدسه بالمقاس المظبوط داخل العين، ودي ليها انواع واشكال وطرق، فدي بنوفرها للناس اللي مقاساتهم عاليه شويه بقى، يعني اكتر من ماينس 8 ماينس 6 فيما فوق ممكن نعمل زرع عدسه. في السن الصغير بنختار عدسه اضافيه، يعني حاجه بتتزود على عدسه العين علشان احافظ على عدسه العين الطبيعيه اللي ربنا خلقها لنا، وعشان اقدر اشوف بعيد وقريب من غير نظاره. من غير نظاره بالظبط. طب هل يا دكتور العمليه دلوقتي حاليا بتاخد وقت قد ايه؟ عمليه تصحيح الابصار كعمليه، يعني من ساعه المريض دخل غرفه العمليات ما بتزودش عن 5 دقائق. تمام. تمام. انما قبل العمليه هو بقى اللي بياخد وقت التجهيز، يعني لو خدنا التجهيز من حيث ان الدكتور يفحصه وبعدين يتصور اشاعه، يعمل تصوير للعين والدكتور يراجع التصوير ده ويطمن ويحدد له العمليه، ويدخل اوضه العمليات عشان يتعقم ويلبس هدوم معقمه وبتاع، ده بياخد بقى ايه هو ده اللي بياخد وقت. انما العمليه نفسها، يعني لو قلنا فعليا الليزر بيقعد على عين العيان قد ايه؟ 30 ثانيه. ايه 30 ثانيه مده العمليه؟ 30 ثانيه. 30 ثانيه بس، ده اقصى، ده حاجه كبيره كمان، ده كده يعني عيان مقاساته كبيره وعلى ما اتحركنا وعملنا العينتين ناخد حوالي 30 ثانيه. ده نهج عندك يا دكتور. لا تشرفينا، بس زي ما قلنا ان ده العمليه نفسها. انما قبل العمليه هو ده الجزء المهم، يعني ما نفرطش ان الدكتور يكشف علينا كويس ويشوف انا عندي جفاف ولا لا. الجفاف على فكره لو شديد جدا مانع من عوامل ان انا ما اعملش عمليه، يمنعني ان انا اعمل عمليه. الجفاف الشديد، الحساسيه الشديده في العين تمنعني ان اعمل عمليه، اي عدوى بكتيريه تخليني اجل العمليه لغايه ما اخف، استخدام العدسات اللاصقه يخليني اجل العمليه اسبوع او اتنين لغايه ما اخف. فما فرطش ان الدكتور يشوفني ويضيع شويه وقت، معلش انا ببقى جاي مستعجل وعاوز، بس معلش بعد كده ما فرطش ان انا اعمل الفحوصات اللازمه، وما فرطش ان الدكتور يراجع الفحوصات ويقول لي اعمل العمليه. دخلنا العمليات انا مش مستعجل، انا عاوز نعمل تعقيم للوش كويس، وبنستنى فتره على ما التعقيم ده يبقى افكتيف، بيبقى فعال فعلا، وبعدين نعمل الايه العمليه نفسها، مش هتاخد وقت خالص. بس يا دكتور بالنسبه للعمليه، يعني العمل كاسم عمليه ذات نفسها، في ناس كتير بتخاف من كلمه العمليه الليزك، يعني يقول لك عينيا ممكن يحصل فيها حاجه الكلام ده، فليه يعني ليه الناس حاليا بتخاف من الحاجه زي كده؟ بص الناس طبعا يعني عشان ما ممكن مسلم الوعي الكافي بكده ما وصلناش لده. تاني حاجة انه ممكن بيشوف تجارب سيئة عند في اماكن، او ان يكون حد عمل عملية من زمان قوي زي ما قلت قبل الفحوصات فعنده مشاكل. انما انا بقول لك لا، في اقبال، بالعكس انا حاسس ان في اقبال زايد قوي على تصحيح الابصار. الناس دلوقتي عندها وعي كمان. وبالعكس احنا كمان بنعاني ان انا اقنع المريض انه يلبس النظارة ما يعملش العملية. يعني انا بالنسبة لي ان لما اجي اخد وقت اكتر عشان اقنعه يعمل نظارة. يعني انما هو دلوقتي كل اللي داخل عاوز يعمل عمليه. تمام. وفي حاجه مهمه جدا برضو، ان احنا بنتكلم على الاطفال قبل 18 سنه، والاب او الام مصر ان هو يعملوا عمليه، مش عاوز تلبسه النظاره. فعلا فلا، احنا بنستنى لغايه 18 سنه الا في ظروف خاصه جدا جدا جدا، مش هقولها عشان ما نفتحش مجال كده. ظروف خاصه الدكتور هو اللي يحددها انه يقدر يعمل في سن قبل كده. انما قبل 18 سنه النظاره الطبيه افضل وسيله تصحيح الابصار قبل 18. بعد 18 النظارة الطبية أفضل وسيلة للإبصار، وقد يجوز عمل تصحيح إبصار بعد الفحوصات والكشف والإشاعة. طب يا دكتور الرؤية الطبيعية يعني بتبان إمتى بعد إجراء العملية؟ يعني الرؤية بتتحسن من بعد إجراء العملية مباشرة، يعني أنا داخل من غير النظارة الدنيا هيزي ومش شايف، بخرج شايف أحسن. بس طبعا اللي بيعمل عملية تجميل بياخد وقت على ما يخف. الأنسجة دي متعرضة للليزر، محتاجة إن هي زي ما بيقولوا إيه تبرد كده أو تكول داون، إن إحنا والجفاف يقل وبتاع، فانا بخرج من العمليه شايف احسن. تمام. من اول يوم بحتاج حسب نوع العمليه طبعا، بالنسبه للفيمتو ليزك بخرج شايف كويس جدا، برتاح احط قطراتي وبتاع، من ثاني يوم انا شايف كويس، وبنشوف العلامات لغايه 6 6.
بنشوف كميه رؤيه حلوه. جوده الرؤيه بقى بتاخد شويه وقت على ما الجفاف يقل شويه، على ما العين ترجع لحياتها الطبيعيه قبل العمليه. قبل العمليه طبعا. طب في حضرتك تعليمات يا دكتور بتديها للمريض ان هو يمشي عليها بعد العمليه ولا يبقى عايش طبيعي خالص؟ طبعا. اول حاجه الفتره الاولانيه دي ان احنا عاملين عمليه تصحيح ابصار، انا محتاج اخد القطرات بتاعتي، محتاج اقلل ان انا المس عيني او ادعك عيني او كده، مش مستحب. وفي عمليات طبعا بالفيمتو ليزر دلوقتي ممكن لو دعك عينه مش هيحصل حاجه، بس مش مستحب ان انا ادعك العين. ويقدر يمارس حياته بقى من بعد العمليه مباشره، يعني يقدر يطلع في الشمس عادي، يروح شغله، يروح يعني الجامعه بتاعته، يستخدم نظاره شمس مفيش مشكله، ويقدر يمارس حياته بالنسبه للفيمتو ليزر من ثاني يوم. انا بستاذنك يا دكتور نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض. فاصل ونقعد. الحقيقه كان عندنا اسئله كتيره جدا، وفي مواضيع كمان كنا عايزين نتكلم عنها زي الحول، ولكن للاسف وقت حلقتنا انتهى. كان معانا النهارده دكتور اسلام حمدي سالم، استشاري جراحات العين والليزك. انا بشكرك جدا يا دكتور، شرفتنا ونورتنا. يا رب نكون وفينا بكل المعلومات. اشوفكم في حلقه جديده ومعلومات جديده، والى اللقاء. قبل ما ننهي حلقتنا النهارده، احنا محضرين مفاجاه للدكتور، يعني مفاجاه بسيطه جدا جدا، يعني كده متواضعه مننا من فريق البرنامج. معانا طبعا الرسمه الجميله للدكتور اسلام، ومعانا طبعا يوسف الرسام، حاجه كده يعني ايه، حاجه كده ايه متواضعه يعني من استاذ يوسف الرسام. ميرسي جدا والله، يا ريت اكون بالوسامه دي، انت يعني بديع. وفي نهايه حلقتنا النهارده نحب نشكر كل فريق الاعداد، وان شاء الله تنظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.